سوف نرى الآن الخاصية التالية. لدينا خاصيات البوردر، كما تعلمون نحن استعملنا الميجا بروبرتي للبوردر، ويمكننا أيضا استعمال البوردر ليفت وتوب ورايت وبوتم، كل واحدة على حدة. وهذا يعني سوف نستعمل ذلك على الإيمج، سوف تلاحظون نستعمل كل واحدة على حدة لوضع يعني بوردر فقط من الفوق، يعني من جانب واحد، أو من الفوق أو اليمين اليسار أو التحت. فعلى سبيل المثال سوف نستعمل بوردر ليفت، ونضع على سبيل المثال واحد بيكسل من نوع سوليد، ثم نغلق بالنقطة فاصلة، نعود إلى المتصفح، وعند عمل F5 سوف نلاحظ أنه يعني لم تعمل بشكل مرغوب، لأن الإيمج يعني تتكون أصلا من البوردرز. فلي يعني عمل هذه الطريقة التي أريد إظهارها لكم، فسوف نستعملها يعني على التكست فسيكون أحسن، أو يمكننا يعني وضع على سبيل المثال يعني بوردر رايت، يعني نضع لها نان، وسنضع يعني نان أيضا لجميع البوردرات. سنضع أيضا بوردر توب نان، ثم نضع البوردر بوتوم نان، وسيعطينا يعني الشكل الذي نريد. ولكن إذا استعملنا هذه الطريقة يعني على التكست سوف نرى الآن، سوف نستعملها على سبيل المثال على التكست الذي يحتوي على الـ ED first. سوف نستعمل على سبيل المثال البوردر توب فقط، نعطي فقط بوردر توب 1 بيكسل، لم أعمل F5، فقط أريد وضع بعض اللمسات. سوف أضع هنا BR، أعمل بعض البي آر لنرى بوضوح على ماذا سنحصل. سنأتي إلى هنا ثم F5. كما ترون التكست يظهر للتكست بوردر واحدة من الفوق، يعني يمكننا نحن الذين نتحكم في يعني البوردر التي نريد. فإذا أردنا يعني أن تظهر يعني جميع البوردرات في نفس الوقت، فلا يجب وضع توب، فقط الميجا بروبرتي بوردر لوحدها، كلمة بوردر لوحدها. أو يمكننا يعني يوجد يعني للتزيين، فهذا يعني يعطي لوك خاص. سوف نضع على سبيل المثال أو border left، نضع 3 pixel داشد. فهذا يعني يعطي لوك جميل، يمكننا استعماله. وكما قلت إذا كنا نريد فقط اللوك العادي فنستعمل، من الأحسن أن نستعمل الخاصية السريعة التي هي ميجا بروبريتي بوردر، فقط بترك كلمة بوردر لوحدها. كما تلاحظون هنا نرى الآن خاصية أخرى. لقد تكلمنا عن الأنواع وخاصية Display، يوجد لدينا 3 أو 4 فاليوهات. الأولى هي Display None، لم نستعملها. فعلى سبيل المثال إذا ذهبنا إلى الـ ID First ووضعنا Display None، فديسبلاي تعني بلغة العربية إظهار،
فإذا وضعنا لها الـ value none، فعند عمل F5 سوف يمسح هذا التكست ولن نراه على الصفحة. ويوجد لدينا، جربنا الـ inline والبلوك. البلوك تجعل التاج التي استعملناها من نوع بلوك، فإذا كانت هي أصلا من نوع بلوك وجعلناها من نوع بلوك فستبقى نوع بلوك. فإذا كانت من نوع بلوك واستعملنا الفاليو inline فستصبح من نوع inline. ويوجد لدينا أيضا list item، أي أنها ستصبح مثل الليست إليمنت التي رأيناها. سوف نجرب، ويعني كما يعني يجب المعرفة أن النوع ليست إليمنت هو نوع بلوك، لأنه يرجع إلى السطر بدون عمل بي آر. نرى الآن خاصية أخرى، نرى الآن خاصية Visibility. سوف نضع يعني دبل سلاش لديسبلاي ونرى الخاصية Visibility التي نستعمل value han، وهي Visible التي تكون يعني بشكل أوتوماتيكي، ولدينا الفاليو هايدن. Visibility تعني أيضا إظهار، وأيضا تعني إخفاء، فعملها كعمل الديسبلاي فهي تخفي التكست. فما هو الفرق؟ حسنا، لاحظوا معي، سوف أعمل دبل كات للفيزيبيليتي، سوف أظهر التكست. لاحظوا هذا الخط الأحمر، وهو خط يعني التكست الذي هو باللون سيلفر. لاحظوا معي جيدا، فعند وضع فعند وضع البروبرتي أو الخاصية visibility مع الفاليو هايدن لإخفاء التكست، فانظروا جيدا ما سيحصل. قارنوا مع الخط الأحمر، فلم يتحرك الخط الأحمر واختفى التكست. والآن سوف نعود ونضع دبل كات أو دبل سلاش الفيزيبيليتي، ونعيد عمل الديسبلاي نون. سوف أكتب هنا نون كنترول اس، او اولا يجب علي ان اظهر التكست. اذهب الى المتصفح ثم F5. كما ترون الخط الاحمر لم يتحرك البتة. سوف اعيد وامسح السلاش ثم كنترول اس، ثم لاحظوا معي جيدا الخط الاحمر عند عمل F5 فهو يتحرك. فلماذا تحرك؟ شرحه سوف أشرح لكم. فعند وضع visibility التكست يعني يختفي ولكن يترك مكانه فارغا، أي أن مساحة تلك التكست تبقى مخصصة في الصفحة. أما عند استعمال الخاصية display فمكان التكست يختفي تماما، أي أن المساحة التي يأخذها التكست في الصفحة تحذف بشكل جذري، فلا يعود له أي مكان. وبذلك عندما استعملنا display وحذفت مساحة التكست بكاملها، فيعني ارتأت هذه الطاق أن تصعد يعني وتأخذ تلك المساحة التي قد نزعت. أما بالنسبة لفيزيبيليتي فكما قلت المساحة التي تركتها الطاق فهي تبقى تترك قيمة في الصفحة ولن تأخذها الطاقات الأخرى.
نمر الآن إلى الخاصية التالية التي هي overflow. سوف نرى ماذا ستفعل. كنا قد تكلمنا عن يعني حجم التاج، فعلى سبيل المثال سوف نذهب إلى التكست، أو قبل ذلك سوف نذهب إلى يعني first، ثم أضع له width أو max width، سوف أتركها width فقط، يعني سيكون له، أو بالأحرى سوف أترك الهيت فقط، سوف أضع double slash للويت، سوف أضع له هيت فقط. فعلى سبيل المثال كما رأينا، إذا كان يعني التكست كثير، فيعني لن يكتريت، وسيمر فوق التاج. ولكن إذا ما استعملنا الخاصية overflow، سوف نرى الآن يوجد لدينا ال value visible، والتي تكون يعني بصفة أوتوماتيكية، ولدينا ال value hidden، هي التي سنستعملها الآن، ونرى ماذا ستفعل. Ctrl S، ثم سنعود إلى المتصفح ونلاحظ في التكست أنه لن يتمم. فماذا فعلت هذه الخاصية؟ كما لاحظتم يعني التكست إذا ما مر التكست أو تجاوز يعني الحجم الذي أعطيناه للتاج، فلقد أعطينا للتاج طول بمقدار 100 بكسل، فالتكست لن يتجاوز 100 بكسل. أي تكست يتجاوز هذه 100 بكسل نخفيه باستعمال الـ overflow hidden. نستعمل الخاصية الأخرى التي هي scroll، نرى ماذا ستفعل. Ctrl S، ثم نعود إلى المتصفح، وعندنا عمل F5. ماذا تفعل هذه الـ value؟ فعندما يتجاوز التكست فلا تخفيه، وإنما تضع لنا زر السكرولين هذا، لكي يمكننا متابعة التكست. أما آخر value والتي هي أوتو، فتسمح للمتصفح يعني باستعمال ذكائه، و يضع لنا فقط هذا زر السكرولين في يعني الموقع المناسب. فإذا كان التكست يتجاوز فقط يعني الطول، فيضع لنا سكرولين لنهبط، وإذا كان التكست يتجاوز من العرض، فيضع لنا أيضا سكرولين في العرض أو بشكل أفقي. فكما رأيتم في يعني الأوفرفلو سكرول، فيضع لنا السكرولين الأفقي والسكرولين العمودي. نمر لرؤية